هل البحيري كمصمم ازياء من وجهة نظرك ميس ايجيبت دي المفروض يكون فيها ايه؟ بصي انا المفروض يكون فيها حاجات كتير قوي، متعلمه، مثقفه، عندها ثقه بالنفس، جميله، رشيقه، جميله داخليا وخارجيا. انا في كتير او كثيرات بشوفهم شكلها حلو قوي، باجي اتكلم معاها بقول لها بليز ستوب، مش عشان حاجه، بس عندي القبول وانها تبقى ست مثقفه وذكيه الطف من الجمال اللي عامله ميك اب وعامله شعرها. في كتير قوي، في عندي اجيب لك التوب مودلز بتوع اللي بيشتغلوا معايا اقول لك دخليهم المسابقه. احنا بنختار بعنايه جامده جدا ان احنا عايزين جميلات داخليا وخارجيا ومثقفات وعندهن ثقه بالنفس. النهارده هتقابل لجنه تحكيم 11 فرد، في منها الجميله قوي، في منها دكتور خبير بالجمال، في مصمم ازياء بيروح مع ديزاينرز اخرين وبنات وجميلات بره، فعارف يعني ايه جمال، فهي عندها ثقه بالنفس واقفه قدامنا. ده هايل، حتى لو مش هي جميله بس عندها ثقه بالنفس، فده يؤهلها انها تكون ميس ايجيبت. هاني لما بتلبس فنانه في مهرجان كبير مثلا زي الجونه القاهره ويحصل انتقاد على الفستان ده بتتضايق؟ ما انتقدتش انتقاد الحمد لله لبسي السنه دي الحمد لله، ولا ان جنرال، عشان انا بدرس الشخصيه، بعمل جزئيه من شخصيتك ماشيه على الريد كاربت ولو طالعه على الستيج. يعني انا عملت السنه اللي فاتت كتير قوي في الجونه، وعملت السنه دي ثلاثه بس، عملت مدام ليلى علوي في الفينال، عملت مدام داليا البحيري في الاوبننج، عملت مدام صفيه العمري في الاوبننج، وكانت ملكه جمال مصر كانت فرح شعبان كانت لابسه حاجه من عندي، كان عملتهم بالاوردر، كانوا ثلاثه نجمات كبار. وقلت ستوب، انا مش بالكم انا بالكيف. يعني ليلى علوي في الختام قالوا لها انت عروس المهرجان، كانت قمر لبست في الاول حاجات الناس قالوا لها لا ده متخن، قلت لها ابيض، طلعت رشيقة جدا وترام، بس ليلى علوي قمرايا شكلا ومضمونا وكل حاجة. داليا البحيري قلنا نعمل فكر رون وزي فكر دولشان جبانا كده، الفكر الالوان الجرين ابل مع الدارك جرين مع الروز مع السيلفر، جري وراها بعض الستايلست قالوا لها انت لابسه دولشان جبانا، قالت لهم لا لابسه هاني البحيري. عملت مدام صفيه العمري مقفول ومحتشم حاجه تليق بسنها الحمد لله. انت اول من استضاف فنانه ولبسها فستان فرح، شفت طبعا اروى جوده وهي لابسه فستان الفرح، كلمني على الفستان. والله ما خدت بالي، شفتها اول ما بالصدفه وانا قلت ايه ده، دي اروى؟ لا مش اروى، اروى بعد كده بسال حد امبارح بالتليفون قال لي اروى جوده، انا قلت لا او جايب لها حاجه من القديم عشان هي كانت توب موديل. اروى حبيبتنا يعني اشتغلت على نفسها كتير، دلوقتي هي نجمه كبيره، بس هي طول عمرها كانت توب موديل وجسمها حلو شكلها حلو، بنت من المحترمات يعني، انا بحبها جدا وانا بكون فخور بيها لما بتلبس من عندي، لبست السنه اللي فاتت من عندي في القاهره السينمائي الدولي، وزادت الجامب سوت بتاعي زادته جمال يعني.